حضرتك، انا لو سمعت البيان، انا قلت ان الموضوع هيبقى نفس الموضوع في كل قناه. انت هتقعد كام حلقه وبعدين تتوقف. اللي يعمل ضغوط على قناه مصريه او قناه عربيه هيعمل ضغوط على اي قناه تانية. فهي الفكره كلها ان احنا من الاخر كده الضغط النفسي والعصبي ان انت تبتدي وتقف، والناس ديت تبقى يعني ما فيش سيكيورتي، ما فيش احساس بالامان. ده صعب يعني. انت المفروض في الاخر المفروض تطلع بتقدم برنامج كوميدي، ده صعب جدا. دي مش ظروف ان انت تقدم فيها برنامج خالص، فعشان كده هيبقى صعب. تاني حاجه عشان بس اكد تاني مره، انك تخرج بالبرنامج ده بره مصر ما فيش خالص الاختيار ده، ان انت تعملها بين قناه اوروبيه وكلام من ده. احنا فكرنا في الموضوع ده، هو حاليا احنا شايفين ان هو صعب جدا. يعني يمكن يقولوا بقى يتصدوا الاتحاد الاوروبي او اي حاجه. اتفضل.